جدا من اخر فيديو انا نزلته. هحاول ما اخرش عليكم الفيديوز اللي انا بصورها دايما، بس كان لازم ابدأ بالفيديو ده زي ما انتم شايفين كده في العنوان بتاع الفيديو، ان هو تحذير ومهم جدا، وهو خصوصا ان هو مرتبط باخر فيديو انا نزلته على الشانل اللي هو ريفيو منتجات رخيصة على قد الايدك، حاجة زي كده، مش فاكرة العنوان قوي، بس هو اخر فيديو قبل ده. فكان لازم ابدأ بالفيديو ده قبل اي فيديو تاني انا مصوراه، لانه مهم جدا. قبل ما ابدأ، يا ريت اللي مش مشترك بالقناة تعمل سبسكرايب، والفيديو لو عجبك تعملي لايك وتعملي شير مع اصحابك، لانه فعلا مهم جدا زي ما قلت. خلونا نبدا واقول لكم ايه اللي حصل معايا. اخر فيديو كنت انا قلت لكم اني جبت برودكت مكتوب عامل زي السيروم كده، ومكتوب عليه فور بروتين هير، تمام، احاول الكاميرا، تمام اهو. وكنت قلت ان هو 25 ملي، تمام، وهو مكتوب عليه ميد ان جيرماني، وهو دي الحروف بتاعته دي اي بي اي 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 ار، ف مش عارفه انطق اسمه صح، بس هو كده وانا عامله مقرباه خالص من الكاميرا، تمام. عايزه اقول لكم يا بنات انه سيء للغايه، سيء للغايه، سيء دي معلش سيء للغايه، وعمل لي مشكله في شعري. هو المفروض الفكره بتاعته ان هو عامل زي السيروم كده، وان انت بتخلطيه على حمام كريم، وانا مرضتش حتى ساعتها ان انا اجازف واحطه، لان هو اتقال لي يتحط على عبوه 250 ملي من حمام الكريم، يعني ازازه دي تفضى على 250 ملي. بصراحه انا ما مرضتش ان انا يعني اجازف باي حمام كريم عندي واحطه عليه، عشان خاطر لو ما عجبنيش ما اضطرش ارمي العلبه كلها بتاعه الحمام كريم. واشتريت ساعتها في الفيديو لو تفتكروا كيس اللي هو الباي بوينت، وقلت هستخدمه. بصوا، انا استخدمته اول مره كان اتس اوكي، حلو قوي وعجبني جدا. تاني مره عملي التهابات بفروه الراس جامده جدا، حبوب كتير كتير حمراء بقى وفيها صديد وكده، انا لدرجه ان انا كنت عماله افكر انا ايه اللي استخدمته وعمل لي كده، يعني اول مره في حياتي. في حياتي الحمد لله، يعني دايما ببقى يعني دايما يعني لازم يعني ادور كويس جدا في حوار البرودكتس اللي انا بحطها في شعري، وبجيب الغالي افضل عشان خاطر يريحني. فانا قعدت افكر ايه الحاجه اللي انا ممكن اكون جبتها وتكون بوظت لي الدنيا كده، بس اقول الحمد لله طبعا على كل شيء، ان انا لما حصلت لي سوري لما حصلت لي الالتهابات دي فروه الراس، كنت بقى طبعا عايزه اعرف ايه فروه الراس وكده، فقعدت اصور الفروه كتير جدا عشان اشوف ايه المشكله اللي فيها واحساس الاحتكاك اللي انا حصل لي ده. فالحمد لله برضو ربنا ما بيعملش حاجه وحشه. اكتشفت ان انا في شعري عندي فراغات فظيعه. انا فتره اخيره انا مش مواظبه خالص على اي روتين لشعري، يمكن ده حاجه من الحاجات اللي خلت الفراغات دي تبقى موجوده. الفراغات كانت كبيره جدا جدا، انا هفضل ماسكاه كده طول الفيديو عشان خاطر البنات تبقى شايفاه. فانا ما كنتش عامله روتين، فده الحمد لله يعني ربنا ما بيعملش حاجه وحشه. يمكن انا استخدمت ده وحصل لي كده عشان اكتشف الفراغات دي، لانها فراغات كبيره جدا جدا، وانا عندي تساقط فظيع، ما كنتش كير قوي موضوع التساقط. فده خلاني ان انا بصراحه من المنظر اتخضيت ورحت للدكتور على طول في نفس اليوم. اول دكتور ما يعني ما حسيتش، يعني هو قال لي انيميا وبتاعه كده، واوكي انا هروح اعمل تحاليل واظبط موضوع الانيميا لانه قال لي سبب رئيسي، وانا اوكي يعني هو صح في الحته دي، بس موضوع الالتهابات ما عملليش فيها اي حاجه. فبصراحه انا اعرف دكتور تاني بس مش تخصص الجلديه، فقلت له رشح لي حد. فبالصدفه يعني طلع ان هو يعني مراته دكتور استاذ في جلديه في قصر العيني، فانا كلمتها على طول وبعت لها الصور، ما قدرتش استحمل ان هي العياده بتاعتها ميعادها بعيد جدا عني، فبعت لها الحاله يعني، وهي كتر خيرها بصراحه، يعني ان هي كتبت لي العلاج وبدات استخدمه. لسه ما جابش النتيجه بتاعته لان ده لسه تاني يوم، بس يعني انا مواظبه عليه.
فبس حبيت انزل قبل حتى ما اخلص العلاج الفيديو ده عشان خاطر ناس كتير تاخد بالها ان مش اي حاجه نستخدمها. وانا مش عارفه بصراحه برضو ان يعني في الاخر ده بدا شكي يعني يجي في دماغي. انا مش عارفه هل الفكره في طريقه الاستخدام، عشان انا استخدمته كنت بفضي جزء نص غطا على كميه من الكونديشنر او الحمام كريم، ولا الفكره في يعني ان المنتج اصلا سيء. يعني لان اتقالي ان المفروض بيتفضى على حمام كريم عبوه كبيره 250 مللي، فانا ما عملتش ده وعملت ان انا فضيت يعني بستخدم بالمره. فانا مش عارفه هل انا طريقتي اللي كانت غلط ولا انا ما اعرفش. يعني لو في حد من البنات اللي متابعيني استخدمه وبالطريقه اللي هو بيفرغها على عبوه كامله وجابت نتيجه كويسه معايا، اكتب لنا في الكومنتس، لان لو في بنات حابه تانية تجربه. لكن انا بالنسبه لي مش حابه اجربه ولا حتى بالطريقه الصح ولا بالطريقه الغلط، لانه فعلا انا اخدت منه موقف سيء جدا جدا ومش هستخدمه تاني ومش هكرره تاني. اللي خلاني يعني احط في دماغي الشك الاخير ده بتاع طريقه الاستخدام اللي ممكن تكون غلط، لان اول مره استخدمته مرتين بس. اول مره استخدمته كان اوكي، ما عمليش اي سايد افكت على الفروه، بس لما استخدمته تاني مره عملي السايد افكت الالتهابات والحاجات دي كلها في الفروه الراس. فقلت ممكن اكون تاني مره زودت الجرعه او حاجه، مع اني عملت نفس الفكره، بس ما رضيتش بقى اجازف وافضي العبوه على الحمام كريم كامل عشان اشوف اذا كانت الفكره في الاستخدام الغلط ولا في البرودكت نفسه. بس انا قلت لازم احذر منه انه عمل كده معايا. ف لو في حد مجربه من قبل كده وعمل معاه نتيجه كويسه يا ريت يكتب في الكومنتس يفيد بيها البنات. لكن ده كان ريفيو النهارده عنه، بشكل سريع كده، والحاجه اللي اتعملت لي منه، السايد افكت اللي اتعمل لي منه نتيجه استخدامه. ف بليز يا بنات ناخد بالنا ونسال كويس قوي، وده اللي انا كنت دايما بعمله قبل ما اشتري اي برودكت. بس المره دي بصراحه انا ما يعني ما سالتش واخدته عن نتيجه ثقه من اللي باعهولي، وهو برضو مش غلطان، هو اكيد من النتيجه من الناس بتطلبه او الناس بتشتريه او فعشان كده رشحولي وانا جبته. بس ده كان فيديو النهارده، يا رب يكون افادكم واستفدتوا منه فعلا. فبليز يا بنات لو انتوا استفدتوا من الفيديو اعملي لايك واعملي شير وسبسكرايب بالقناه لو انت مش مشتركه، عشان تنزلكم مني كل فيديوهات جديده وتتابعوها. اشوفكم ان شاء الله بفيديو تاني جديد. باي باي.